اما اشوف بقى يا ماما هيعزمنا يوم فرحه ولا يعمل زي الخطوبه. ومين اللي هيروح فرحه؟ علي نعمه ما حد هيحضره. ماما بتعيي انا محتاجه لك. طيب مع السلامه انت دلوقتي. حبكت يعني؟ شفتي اللي حصل؟ اخ يما شفت يا اختي شفت وسمعت كل حاجه. وقال ايه؟ راح الخطوبه هو ونظيره بس. تلاقي العقربه الامريكانيه دي هي اللي ميلت دماغه من ناحيه اهله. عشنا وشفنا الرجاله تروح تتجوز من غير اهلها. يا خالتي وناويين يقعدوا مع ماما وبابا في البيت؟ طبعا هتعيش في عز ونغنغه. دي بنت داخله على طمع. بس اللي عايز اعرفه الحاجه ازاي توافق على كده؟ لا اذا كان على ماما دي هتبقى مبسوطه قوي ان عبد الوهاب هيقعد معاها. اخص عليك يا حاجه اخص عليك يا حاجه. اصل امك دي طيبه وعلى نياتها. بس انا بقى مش مستريحه للجوازه دي. ومين اللي مستريح يا نوفا؟ بس انا هعمل ايه واتصرف ازاي في الحكايه دي؟ اوعي شغلتيني القهوه يا اختي. اوعي يا ما نصحتك يا ما وعيتك ما سمعتيش كلامي لحد ما جت البيت الامريكانيه لطشته منك. كفايه بقى يا ماما كفايه حرام عليكي. ده اللي انت فرحه فيه. كفايه يا ماما كفايه حرام عليك. مش كان زمانك دلوقتي عايشه في العز والهنا ده كله؟ انا عمري ما فكرت في الحاجات دي خالص. امال فكرت في ايه يا نوم؟ كنت بتفكري في ايه يا حبيبه امي؟ البيت الامريكانيه يا تطلع انصح منك انت يا بطه. تطلع انصح منك انما حاول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الوهاب يا ابن فاطمه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد يا كوشري. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا ازيك يا نظيف؟ ازيك يا حسين؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت هنا بتعمل ايه؟ الله ما انا عضو هنا في النادي. هو عبد الوهاب ما قالكيش؟ صحيح هو دايما كان بيقول انه بيروح النادي معاك. وانت هنا لوحدك ولا ايه؟ لا معايا صاحبات. ما انا كمان باجي النادي هنا في فلقه علي. طب ما تيجي اقعد واقفه ليه؟ لا مش هقدر اقعد عشان معايا اصحابي. خلاص اطلب منهم يجوا يقعدوا معانا. مش هيبقى فيها مضايقه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا طبعا ما فيش مضايقه، وانا طول اقعد مع بنانيت حلوين زيكم كده. قول كده بقى، انت منهم ولا ايه يا استاذ حسين؟ هو في برضه حد يا نظيره يكره الجمال؟ وبعدين انت هتفضلي واقفه كده بقى ولا ايه؟ اتفضلي اقعدي، كويس ان انا شفتك. خير؟ يعني في حكايه كده عايزه ادردش معاكي فيها. حكايه ايه بقى؟ في ايه؟ اصل انا بصراحه كنت عايز اكلمك بخصوص عبد الوهاب ورزالين، قصدي امينه. هما مش اتفقوا، يبقى هنوجع دماغنا ليه بقى؟ شكرا. دي واحدة لو سمحت. نظيرة تشربي ايه؟ اشرب شاي ميرسي. هو انت طالبة شاي؟ لا ما ميرسي. طب الشاي ده بتاعي اصلا. معلش ممكن تطلب شاي هنا من فضلك. على حسابها. يعني انت دلوقتي مالكيش اي تحفظات على الجوازة دي؟ ما هو بصراحة اي كلام تاني هيبقى تدخل مني او منك. هو عاجبها وهي عاجباه، يبقى خلاص هنوجع دماغنا ليه بقى؟ غريبة جدا. عارفة رغم انك صغيرة لكن عاقلة قوي. اصل انا وارثة العقل ده عن بابا. مظبوط طبعا، عبد الوهاب بيقول لي ان والدك بيقول نفس الكلام. انما ما قلتليش بقى، انت بتدرسي ايه في الجامعه الامريكيه؟ اداره اعمال. علشان كده عمليه جدا انت. بس انا لما عرفت ان الدكتوره خيريه بتدرسني، قلت اكيد بتدرسي علاقات عامه. ما هي العلاقات العامه دي ماده مهمه قوي لاداره الاعمال.